Statin Satan, Hot Lord, and Ben يونا بي بروفيتي <applause> سافكي خنس نجم بي كي توسن شمتني هونم شمتني غور كتابي كوسن بن سوتي رب الإله إلى رجال نينا وفاق لهم كقوله فتبوا ثلاث أيام وثلاث ليالي بصلوات وأصوام مع التمخض والدماء وكزت يروى البهائم فقبل الله توبتهم ورحمهم ورفع غضب عنهم وغفر لهم خطاياهم نطلب اليك ايها الرحم ان تصنع معنا نحن الخطا مثل اهل وارحمنا كعزم رحمتك لانك انت اله رحوم كثير الرحمه متحنن وطويل الانام محب البشر الصالح لانك لا تشاء الخاطي مثل أن يرجع ويحيا اقبلنا إليك وارحمنا واغفر لنا خطايانا اطلب من الرب عنا أيها الكاروز دهلينا ويونان النبي ليغفر لنا خطايانا وبين صور سمسي قوخن متشوسي تركن خيتو تنشسن ترين تثوتو كوزو ينبرسن سنسيون بين ماتي هم في طريمة بنتو تيرو قدو تمورن يسيبورو شيريني وتيبر تيبر ثين زورو من اليسيني شيرب شوجون تيبن جنزر اغفونا امانوئيل نسالك اذكورنا يا الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا وانا مجدك اتوا عصر القديس هولك الله اهلك اتوخلص فرصنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كل شهداء اهل الصديقين سبال كنائس غفران الخطايا يعني نكرز مبشر بالثالوث المقدس لاهوت واحد نسجد له المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله لا يضابط ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق واحد مع الاف الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي يجعلنا البشر من اجل خلاصنا نازل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تانس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تالم وقبر وقام بين أموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد الى السماوات وايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس الملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحل المصر الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف مع مضيه واحده من مفاتيح الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الضلالات امين تنجوش <applause> تفول نيرف موت نمبيون خنت بي اونس

فتوقعنا <applause> وافتقدنا بخلاصه واغفر لنا خطايانا

نبوات اليوم الثاني من صوم يونان النبي بركاته المقدسة فلتكن معنا أمين فصلى يونان إلى الرب إله من جوف الحوت وقال دعوت من ديكي الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهر جازت فوقي جميع طياراتك والوجج فقلت قد طردت من أمام عينيك ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك قد اغتنفتني مياه إلى النفس أحاط بي غمر التف عشب البحر برأسي نزلت إلى أسافل الجبال مغاليق الأرض علي إلى الأبد ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي حين أعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم أما أنا بصوت الحمد أسبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر مجدا للسوس القدوس إلى هنا الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها أمين

يا رب رحمن اذكر ربنا ان اخواتنا المسافرين دون الى وطنهم بسلامه وعافيه يا رب رحم نحن ركبنا ارحمنا يا الله, الله نقف ونحني ركبنا ارحمنا يا الله مخلصنا ثم نقف ونحني ركبنا ارحمنا يا الله ثم اذكر يا رب هوية السماء وسمرات الارض باركها يا رب رحم. اذكر يا رب مياه النهر باركها يسعدك مقدارها كنعمتك يا رب صلوا من اجل صعود مياه الانهار وارتفاع كمقدارها يا رب رحم اذكر رب الزروع العشب ونبات الحقل يا رب باركه يا رب بره اكلين من تغنات لا نوتي بيوت بندكراتور استومين كنينو من تغنات لا لف نوتي بن سوتير انا استومين كنينو من نوتو ولا لا رب خلاص الناس والبهاي يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل اديرات ابائنا الارثوذكسي يا رب عبدك رئيس أرضنا نحفظه في سلام وعدل ومقدره يا رب راح. نحني لك يا رب ركبنا يا الله بيت الكل. نقف ونحني ركبنا ارحمنا يا الله مخلصنا ثم نقف ونحني ركبنا ارحمنا يا الله ثم اذكر يا رب المزبيين نجيهم جميعا يا رب اذكر يا رب ابانا اخوتنا الذين ركضوا تنيحوا في الايمان لصدوق سنيح نفوس مجمعين يا رب اذكر رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين نقدم قد بواسطة معطيهم كلهم الأجر السمائي يا رب ورحا صلوا من السعائد الصعائد والكرابي يا رب ورحا اكلينوا من تغناطا ناينان فنوت فيوت بي بندكراتور نستمين كنينو من تغناطا ناينان فنوت بنسوتي سوتي مين اكنينوا من تغناطا ناينان فنوت وناينان اذكر يا رب المضايقين في الشداد والضيقات خلصوا من جميع شدايدهم يا رب ورحا اذكر يا رب عايز شعبك ارحمه نموت ثبت في الإيمان بك كل بقية عبادة الأوثان الزحة من كل ناموس خوفك وسيك حقوق أمرك المقدس ثبتها في كلهم أعطوهم أن يعطيهم أن يعرف ثبات الكلام الأزواج في الزمان المحدد تحك حميم لدى جديد غفر خطاياهم استعدهم للروح القدس صلوا جميعا يا رب ارحم <applause> तेरी निवासी ये तो अपने المسيح الذي قال لتلاميذ القديسين المكرمين ونصر الاطهار ان انبياء نبرا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم طوبى عيونكم لها تبصر ولا ذلكم لنا تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه مثل الباطي قديسي صلوا من اجل الانجيل المقدس يا رب and all those who have been us to remember the supplication and the prayers which you offer upon you lord our god those who have already fallen asleep report them those who are sick heal them from the life of us all salvation of us all the hope of us all the healing of us all and the resurrection of us all <laughs>

in the fear of God and listen to the holy gospel from the holy gospel according to St Luke. May His blessings be with us all, Amen. From the Psalms, for Teacher David, the prophet and the king. May His blessings be with us all, Amen. For He knows our frame; He remembers that we are dust. As for man, his days are like a grass. He will not always strive with us. Nor will he keep his anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquity. <speaking> in <Hebrew> <speaking> in <Hebrew> ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين وقال هذا المثل كان لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه فأتى يطلب فيها ثمران ولم يجد فقال للكرام هو ذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التين ولم أجد اقتحى لماذا تبتلوا الأرض أيضا أجاب يا سيد اترك هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلان فان صنعت سمرا والا ففيما بعد تقطاعها آه توبة <سأل> لكي <سأل> يا قبل أن يغلق الموت فمي في أبواب الجحيم جيف اسم روتن جيفيوتن شيرين من... <سأل> يا ابن الذي في السماوات قدس اسمك يا أتملكك وتقتلكم مشيئتك ما في السماء كذلك على الأرض اعطينا اليوم وحفظنا علينا مسيح يسوع ربنا الملك والقوة والمجد أبدا. خم بخريسوس يسوس بن شويس. نوبي ينسو نعم يا رب يا رب اذا اعطنا سلطان ندوس صحة اسحق رؤوس وتعق دائما يا بدع كل معقلات وشو ما كملنا لك انت كون رسول لك رفوق المجد وكرم العزيز السجود معك الصار والروح القدس لك الان وكل من امين. انت يا رب بتاعت السماوات ونزلت ان اسمك لخلاص جنس البشر انت جالس على الشاربين والسرافين والناس بضعين انت ايضا يا سيدنا الذي ارفع عيوبنا أيوه قيوب اليك ايها رب الغافر اسامنا مخلص نفوس من الفساد نزل تعطفك الذي انت بنسالك ان تعطينا سلامك ان اعطيتنا كل شيء اكتن لك اللهم خلصنا عرف اخر سواك اسم القدوس والذين رضي رب خوفك وشوك بخيراتك والذين احمد روسهم تحت يديك ارفعهم في السيره بالفضائل تسحق كل ملكوتك كنت في السماء بصلاه الله بك الصالح هذا المبارك مع روح كل لك الان وكل اوان والظهر الظهور امين اريني باسي كتب <applause> يسوع المسيح الابن الوحيد بكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من كم الآلاب المخلصة المحية الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين والرسل المقربين بدل الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرتم أمسكتم وأمسكت أنت الآن يا سيدنا من كبار رسلك أنا أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت المقدس في كل زمان في بعتك المقدسة أن يغفروا خطايا الأرض والحل ربط كل رباطات الظلم الآن أيضا نسأل من صلاحك كمحبة عبيدك أبي وأخوتي وضعفين المنحنين مجدك الأقدس يا رب ارزقنا رحمه قطعنا قدر ربطات الخطيه نخطئنا اخطانا ليك رب بشيء بعلم بغير علم جزع القلب الكل بالفعل بصغر القلب انت رب عارف بضعف البشر كالصالح وحم بشر اللهم اغفر لنا خطايانا باركنا طاهرنا حالنا وحال كل شعبك املأنا من خوفك ومن رقص صح المجد كرام الان وكل اوان ونظهر ظهور دهور امين امين كريالا يسون كريالا يسون كريالا يسون امين الليل يا ذك سابتري لي يا يوكي اجيب نظماتي كنكاي يا

Of them bakemonu, Kriele son, Krielain son Kirivlo Gison, Amin Smoerois, Moeroy, Semetania Konyvol Gombies Mo has been noti. King of bees grant us your be establish us forgive us our sins for lures the bird, the glory, the blessing and the mighty for every make a word to be saying for our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth and in heaven. Give us the

the زمير الساعة السادسة بركة على جميعنا إن الله باسمك خلصني وقوتك أحكم لي استمع الله صلاتي ينسى كلام فأمين كأن الغرباء قد قاموا علي و الأقوياء طلب نفسي تشريس <applause> أنت صلاة الساعة التاسعة قديم المسيح ملك الله أرجوك ربنا تغفر لي من 30 المزامير معلم نقود بركات من زمير الساعة الحادية عشر قدام المسيح ملكي وإلهه وأرجو أن يغفر لي خطايا الكثير من زمير ثلاثين معلن داود نبي من البركات وعلى جميعنا أمين تسبح الصلاة النوم مقدم المسيح ملك كلها أرجوك ربنا تغفر لي خطر كثيرة من تلاتين مزامير و معلمنا و امين نقصان وسيمون، إنجير، معلم نماري يوحنا البشير بركات الله جميعا امين متجعل معز الروح القدس صلى الله عليه وسلم باسمي فاعلمكم كل شيء اذكركم بكل ما قلت لكم سلام يترك لكم سلام انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تطلب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم ياتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء لكن لكي أعلم العالم أن أنا أحب أبيك كما أصنع كذا أفعل قم ننطلق منها هنا

within me don't cast me away from presence and you take your holy spirit away from me يا <applause> <applause> أيوة رب السيد روح قدس على تلاميذ القديسين ونسكم مكرمين وقت الساعة السالسة هذا لا تنزع من الصالح لكن نسألك جددوا في عشان يا رب يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح نبوة لايف روح القداسة العدالة والسلطة القادرة على كل شيء انك انت هاضية نفوسنا يا من يضيق لكل انسان آية العالم ارحمنا <applause>

صالحات وأكي الحياة المتفضل وحل فينا وطهرنا من كل تناسي والصالح وخلص نفوسنا وكسبت ريك أيوك أجيب نفباتي كما كنت مع تلميزك أيها المخلص وعطيتهم السلام لما يدامكم معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا كنين كأيك سوسيون أستونيون آمين إذا فيها كلك المقدس نحسب القيام في السمايا يا ولك لأنت يا باب السماء يفتح لنا باب الرحمة

كريا كرياليسون 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 يا رب ارحم كريا كرياليسون كريا كريا رب الصبوع والسماء والأرض جكر رحمتك رحمنا الله الآب ضابط الكل يسولس قدوس رحمنا أيها رب الاهلك تكون معنا لا ليس لنا معين يعيش ديتنا دقات نسفاك حل واغفر وإسواح ربنا عن سيئاتنا سماه برديتنا استعنا بغير ديتنا لا تفعلنا بمعرفه لا تفعلنا بغير معرفه الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من اجل <سؤال> سبتوس يا لك رحمتك يا رب كنا مستحقين لك بالشكر يا ابانا الذي في السماوات قد اسمك يا تبارك قدك ماشي في السماء بارك الله بذل نعطينا اليوم اخونا دروبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين رينا تقبلنا في تجربه لكن نجيب المشيري في المسيح بسرعه لك الملك الكون. زو سوس يو سيمون زوني غاس من القول انتو سمان سيمينس فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فيه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع ولا تشعر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبة لكم إذا طردوكم وعيضوكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افلحوا وتهللوا لأن عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعض على الشيء إلا أن يطلع, لا يطلع خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعون على المنارة فليدين كل من في البيت هكذا فليدين وركم قدام الناس لكي يرى اعمالكم الصالحه فيما جدأ الذي في السماء. يقول قول الله بالسلام تنقشتم بخريستوس نبيك يوتن اهز مسؤولاب جياك في يوم السادس في الصليب من اجل الخطيه تجر عليها ابونا ادم في الفردوس ما زك سك خطينا من المسيح وخلصنا انا صرخت الى الله رب <بسلام> سمعني اللهم استجب صلاتي واعترف بتلبتي التفت إليه واسمعني عشيه وباكر وقت الظهر كلامي اقوله فاسمع صوتي وخلص نفسي بس Oh, Jesus Christ, our God, who is nailed to the cross in the sixth hour and they killed the sin by the tree, and by your death you made alive the dead man, whom you carried hands and had died in sin, put to death all pains, were healing and life giving passions.

كي لأنه رحوم وقال خلاص أتألم من أجلنا لكي ينقذنا

يا فلوجي سونك وابك وابك قدوس وعب قدوس قدوس رب الصباوت السماء والارض من وأتم مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها السادس قدوس ارحمنا ايها الرب الاله القوات كن معنا انه ليس معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا سيئتنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا التي فعلناها فعلناها بمعرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا ما إلى اسمك القدوس الذي ضيع علينا رحمتك يا رب وليس خطايانا يا ابنا الذي في السماء يتبتس اسمك ياتي ملكوتك تكن ما كما السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايدي المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجي من الشرير بالمسيح سوى ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين ولما رجع الرسول حدثه بما فعلوا فخزم معه ودخل على انفراد مدينه تسمى وادي صيدا فلما علمت الجمعة تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون الى شفاء شفاهم وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم الليل الاثني عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطه والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلونه فاننا هنا في موضع كفر فقالوا لهم اعطوهم انتم لياكلوا فقالوا ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الا ان نمضي نحن ونشتري دائما لهذا الشعب جميعا وكانوا نحو خمسه الاف رجل فقالوا لتلاميذه لا في كل موضع خمسين خمسين ففعلوا هكذا واتكاهم اجمعين. فأخذ الخمس خبزات وسمكتين ونظر إلى السماء وبرقها وقسمة وأعطى التلاميذ ليضع أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم اثنتي عشر هم مملوءة O oh, you who tasted this in the flesh in the ninth hour for our sake, we the sinner put to this our carnal lusts, O Christ our God, and deliver us. Let my supplication draw close before you, O oh, Lord. According to your good word, give me understanding. Let my petition my petition come, come before your presence. According to your word, revive me. يا من أسلم الروح يا دايلاب عندما علقت على الصليب وقت الساعة معك لدخول الفردوس لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزني أنا الضال بل قدس نفسي وأضف فهمي وجعلني شريكاً مع المحيية المحيي ما ذقت من إحسانات قدّم لك تسبح بغير فطور مشتاقاً إلى بهائك أفضل من كل شيء والمسيح له نو Was born of the Virgin for our sake and endure crucifixion, O good one, and abolish this by your death and manifest resurrection by resurrection, O God. Do not Turn away from those who you have created with your own hand. But manifest, O good one, your love for mankind. Accept from your mother and intercession on our behalf. Deliver our savior. A humble people, do not leave us to the end. Do not forsake us forever. Do not break your covenant and do not take away from us your mercy. For the sake of Abraham, your beloved, Isaac, your servant Israel, you are saved.

لما أبصر الإسرائيلي صحيح على صليب معلقا قال لهم لا معنا إلى م... أهل متجسد ما كانت الشمس أخفت شويه ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى في ملكوتك سنتريك إيوك أجي من ماتي يا إيه من قبل الإله اعترف اللي صليب إقبلنا إليك يا وصل نحن حكم الموت من أجل خطايانا نقرب خطايانا مع... مع معهم معترفين بألوهيتك ونثق معهم جميعا اذكرنا يا رب ما في ملكوتك

Song Kinglain Song Crielain soon creala is on Krialain Song Krielain Song Krielain Son Kriala Son Krialais on Krielain Song Krielain soon crielay soon crialais on Krielain Son Lord have mercy lay soon Kiry Holy Holy Lord the Force Heaven and Earth are full of your holy glory and honor. Have mercy on us, O God the Father, the Panthrator, O Retri have mercy on us, O Lord of God of

Be with us, for we have no help in our hardship and temptation. But you absolve and forgive and remit, O God, our transgression. Those who have committed willingly and those who have committed unwillingly, those who have committed nobly, and those who have committed unknowingly, the hidden and manifest. O Lord, forgive us for the sake of your holy name, which is called upon us. Let it be according to your mercy, O Lord, and not according to our sin. because worthy, praise, thank our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us day or day, bread. Forgive us our we Forgive those who us.

اما هو فكان يضيع واحد منهم فيش فيهم ما كانش عندها تراتي انت ما كانش انت هو تصرخ وتقول انت هو المسيح ابن الله فكان انت هرم ولا منطقون انهم كانوا يعرفوا انه المسيح. ليكن كون الله بسلام تنقشت مبا خريستوس نبيك يوت الاوز بس اواب جي اكي اكسيتي اذا كان الصديق بالجهد يخلص فاين ازرد الخاطي سكر النهار وحر لم احتمل ضعف بشرياتي لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر لأني هأنس بالآسام حب لبيب الخطايا ولدتني أمي فما أكثر أن أنظر لو السماء لكن يتكل على أن رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني سبتريك أيوك نماتي اسمي لي الأحضان الأبوية لأن يفني عمري في اللذات والشهوات وقد مضى من النهار وفات فالآن أتك لنا جن رأفتك ومحبتك للبشر فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك لأن إليك أصرخ يا رب تخشى وأخطأت يا في السماء وقدامك ولست مستحقاً لك إبداً ملك عني كأحد جرائك <applause> <applause> لكل اسم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطية بشوف واجتهد ارتكبت ولكل عذاب وحكم استوجبت فهي لي أسباب التوبة إلى العذراء العزراء فإليك تضرع بك أستشفع وإياك أدعو ساعدي لألا أخزى وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي ولأبوابك أبوابك يحيم لا إلى نفسي ونفسي عروس بلا للختن الحقيقي قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت أنا زمراء رحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت صلب رحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي قام الاموات وصل السموات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدهور كلها امين ايها السالوس القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها السالوس القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا وأخوتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من بلا خطية رب ارحمنا يا من بلا خطية رب أعيننا قبلت البطن إليك لأن لك المجد والعز والتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماء اسمك يأتي ملكوتك ما مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا نزيل قد اليوم اغفر ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بمسيح يسوع ابنك الملك والقوة والمجد الأبد أمين And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simon, and this man was dressed in a vow waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen Christ the Lord. So he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace. According to your word, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all peoples. لكن علاقاته بالجنتيل وزوري اوير بيبل اسرائيل نقم قال من سلام دنيش تو ماريستوس تيميكوتناسو تيموماس ويوكي اكسوتيمونين امام الدين من كسر الذنوب لان العمر المنقض في الملاهي يستوجب الدينون لكن توب يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه لان التراب في القبر لا يسبح ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من ركاد الكسل وتضرع مخلص ب قائلا اللهم ارحمني وخلصني لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك, لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القميحة ما من ديان العادل فأي جواب تجيبي وأنت عن سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة يا المسيح لأن الكرسي حكمك المرهوب أفزع والمجلي جنوتك أخشع ولا نور شعله أجزع أنا الشقي المتدنس الراكد على فراش متهاون في حياتي لكن نتخذ سورة العشار كريعا صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطي سيد العذراء تناس بلزرك السرع المولى على عبدك وبعيدة الأفكار ردي عني ونهدي نفس المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق فأنك أم قادرة رح رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كل شهداء تاني الصديقين سواء الكنائس فران الخطايا نكرز ونبشر بالثالوث المقدس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن نعم باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وقبره وقام بين أموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين أحياء والأموات الذي ليس الملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسكن للاب نسجد له المجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي امين يا حمل الله رافع خطيه العالم نعم يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كيريا لايسون كيريا لايسون يا رب ارحم كيريا لايسون كيريا لايسون ارحمنا يا الله كيريا لايسون كيريا اسمعنا ورحمنا كريا ليسون كريا يا رب رحم كريا ليسون كريا ليسون رحمنا يا الله اسمعنا وارحمنا يا لي صوم يا يا رب الأرحام يا لايسون يا لايسون ارحمنا يا الله يا لي صون يا اسمعنا وَرَحَمْنَاكِ كِرِيَالَيْسُونَ كِرِيَالَيْسُونَ يَا رَبُّ رَحْمَ كِرِيَالَيْسُونَ كِرِيَالَيْسُونَ رَحَمْنَا يَا اللَّهُ kiri alay son kiri alay son kiri alay son قدوس قدوس بصوت السماء والارض ممتلئ المجد الكرام لك رحمنا لا الاب ضابط الكل ايها السادس القدوس رحمنا ايها رب اله القوات كن معنا لان خمرين في شدائدنا وتقاضنا سواك حل يا رب واغفر واصحني يا الله عن سيئاتنا التي بارادتنا والتي بغير ارادتنا التي معرفه والتي بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك يا ملكوتك تقم تكلم كما في السماء كما

كراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامع الرسوليه امين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السمائي ربنا المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب رحا هللويا اي اي خون شاب ما هنر شو

تيناون اون هنا نوتي بنوتي خَنُوْكِي كثيره اريد ما شويه نذيت نمت متريم رافشيتيرس اللي oh, 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 oh.

ابن مويس وابن اوتين اوت في صمار اوتين جايف نوت فيوت بي بنتو كراتو آمين يسيد بي جات بندا ذاز اونلي بي صان جيسس كرايس واللور آمين الروح القدوس المعزي امين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين مبارك الرب الإله الى الابد امين يا جميع لمن باركوا الرب ولتباركه جميع الشعوب لان رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد أمين الليلوويا يا باتريكي أيوك أجيوب yeah. نيف ما تيك <applause> نينكياي كيستوسي أون أستوني أونون أمين آ

شبه موت تطط في وين صناني فوين نهي تفنوتي فيوتي بين شويس وبين بين سوتي ريسوس بإخريس توجي فريسكي باضي في نيرو في إيرون أف في إيرو في في يا طاي ونوثاي إن صوف انتي هورف وبوس انتي في إيرون خيم هو إس فاي نمنو تيرو تبن بين خنيريني نيفين جبي <applause> بانتو كراتور بشويس بنوتي روس اكسوستي كريالايسو بشوي سفنوتي بي بنتقراتو رفيوتم بن او بنوتي بنسوتي سوتيريسوس بإخريستوس تنشبه موت وي ثانك For everything concerning everything and in everything, we have covered us, helped us, guarded us, accepted us, yourselves, spared us, supported us, and have brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion on us he has help us and accept the supplications and prayers of his saints for that which is good on our behalf at all times

كل حسد وكل تجربه وكل فعل الشيطان ومؤامره الناس الاشرار وكياب الاعداء الخافين والظاهرين انزح يا رب عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا دي إسناني ترنوفري صهنم مؤنان جين سوبيت كاكتن برشي شناني هومي جيني هوف نمني تشيلين نم جين تي ترسن تبي <applause> كي في سامين كيتو ابن اظما اتيم ايه اساساتو في الجبال المقدسه احب الرب ابواب صهيون افضل من جميع مساكن يعقوب اعمال مجيده قيلت عنك يا مدينه الله هللويا آه سهيون الأم تقول أن إنسانا وإنسانا صار فيها وهو العلي الذي أسسها إلى الأبد يا

وخدام هذا اليوم الشمامسه والاكليروس والشعب وضعف عافية ليكونوا محللين من فم السيروس القدوس الاب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولين أفواه الاثنى عشر الميزان من فم ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس معلمنا ديوس كوروس القديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس الطاهر والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس كيرولوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس من أفواه الثلاث مائة وثمانية المجتمعين بنيقيا والمائة وخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسس من فم الثاني وشيخ في الخدمة الرسمية أما من فم أبي من فم حقارتي لأنه مبارك من اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها أمين <applause> رسول لاهل كلوسي بركاته علينا امين وانتم الذين كنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكر في الاعمال الشريره قد صالحكم الان في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى امامهم ان ثبتتم على الايمان متاسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الانجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء الذي صرت أنا بولس خادما لهم الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل وأكمل نقائص شداد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة التي صرت أنا خادما لها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال لكنه الان قد قد اظهر قد اظهر لقدسيه الذين اراد الله ان يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الامم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد الذي ننادي به منذرين كل انسان ومعلمين كل انسان بكل حكمه لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل فيه بقوة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين الكاثوليكون فصل من سنة ولنا القديس بطرس الرسول الأولى بركاته المقدسة فلتكن معنا أمين لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا قد بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واسحوا للصلوات ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لأن المحبة تستر قسرة من الخطايا كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة وليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان أحد يتكلم فأقى أقوال الله، وإن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين. يا إخواتي لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته تبيد معه واما الذي يصنع اراده الرب فانه يحيا الى الابد امين Chili. فصل أعمال بين الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة تكون معنا جميعا آمين فالله الأن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا وهكذا خرج بولس من وسطهم ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا منهم ديونوسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دمراس وآخرون معهم لم تزن كلمة الرب تم تزداد وتعتز في هذه الكنيسة المقدسة آمين اليوم الثلاثون من شهر توبة المبارك أحسن الله انقضاء وأعادوا علينا وعليكم وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب الغنية يا أبائي وأخوتي أمين في هذا اليوم تعلن الكنيسة باستشهاد العزارة بستيس وهلبيس وأغابي ونياحة أمهن صوفية بستيس يعني إيمان هلبيس يعني رجاء أغابي يعني محبة جميلة ان الام عندها ثلاث بنات الايمان والرجاء والمحبه وهي اسمها الحكمه، صوفيا يعني الحكمه. التي كانت من عائله شريفه بانطاكيا وقد رزقها الله بهؤلاء البنات الثلاث فاسمتهن بستيس اي ايمان وهلبيس اي رجاء واغابي اي محبه، اما صوفيا فمعناها حكمه. وقد مضت هذه القديسه ببناتها الثلاث الى روما لتعلمهن دروس الكنيسه والعباده فبلغ امرهن الى الملك ادريانوس. فاستحضرهن وحاول أن يجبرهن على ترك الإيمان المسيحي، فكانت أمهن صوفية تشجعهن على الثبات في الإيمان بالمسيح حتى نلنا إكليل الشهادة، وكان عمر بستيس 12 سنة وهلبيس 11 وأغابي تسعة، ولما رأى الملك تمسكهن بالإيمان مزق جسد بستيس بالصياط وألقاها في أتون النار ثم قطع رأسها، وأما هلبيس فمشط جسدها بالأمشاط الحديدية ثم ضرب عنقها بالسيف. ولما جاء دور أغابي الصغيرة وجدها متمسكة بالإيمان ولم ترتعب من قتل أختيها أمامها أمر بإلقاءها في أتون النار ثم عصرها بالهمبازين وأخيرا قطع رأسها ففرحت جدا أمهن صوفيا وتهللت وشكرت الرب على ثبات بناتها على الإيمان المستقيم وأنهن نلن إكيد الشهادة وسرن عرائس المسيح فأخذت صوفيا أجسادهن ولفتهن بلفائف سمينة ثم طلبت الرب أن يقبل روحها فسمع الله صلاتها واستودعت روحها الطاهرة في يدي الرب، فأخذ المؤمنون أجسادهن الطاهرة ودفنوهم بإكرام جزيل، بركة صلواتهم الطاهرة فلتكن مع جميعنا آمين. وفيه أيضا من سنة 776 ميلادية تنيح البابا القديس الأنبا مينا الأول، البابا السبعة 47 بطريقة الكراز المركوسية وقد ولد هذا القديس في سمنود وتربى تربية مسيحية، ولما قبرت تراهب في دير القديس مكاريوس باسم الراهب مينا. ولما تياح البابا خائيل الاول اجتمع الاساقفه والشعب واتفقوا على اختيار الراهب مينا لكثره فضائله وعلمه وبعد ان جلس على السده المرقسيه اهتم برعاية الشعب وافتقاده كما بنى الكنائس التي تهدمت وقد لحقته تجربة شديدة أثارها عليها أحد الرهبان الذين كانوا يريد الذي كان يريد أن يحصل على درجة الأسقفية بأي وسيلة وتعرض البابا ضغوط كثيرة بسبب هذا الأمر لكنه احتمل بصبر وشجاعة ولما أكمل سعي الصالح تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي ثمان سنوات وعشرة شهور ودفن بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية بركة صلوات البابا مينا الأول تكون معنا أمين وفيه أيضا تنيح القديس إبراهام الرهاوي المتوحد وقد ولد بمدينة الرها من بلاد ما بين النهرين في مدينة بداية القرن الرابع الميلادي من أبوين مسيحيين تقيين فشب على حياة التقوى محبا للعبادة واشتاق إلى حياة الرهبنة، وطلب كثيرا إلى الله أن يدبر أمر خلاصه. فسكن في مغارة في الجبل القريب من مدينته، وظل أهله يبحثون عنه، فوجدوه في المغارة، فأرادوا أن يأخذوه معهم فرفض، وطلب منهم أن لا يزوروه مرة أخرى. وبعد مدة أغلق مغارته، وترك فيها طاقة صغيرة يتناول منها طعامه، وظل في هذه الوحدة خمسين سنة. فكان مثال المتوحدين بسيطا للغاية في معيشته. وكان بالقرب منه قرية مملوءة بالوثنيين الأشرار لم يستطع أحد من المسيحيين أن يدخل إليها ليبشر بالمسيح فطلب القديس يعقوب السروجي أسقف المنطقة من القديس إبراهيم المتوحد أن يذهب إلى القرية ويبشر أهلها بالمسيح فشعر بدافع قوي لهذه الخدمة فخرج من مغارته ودخل إليها وبدأ ينادي فيها باسم المسيح فاضطهده الوثنيون وضربوه بقساوة وطردوه خارج القرية وظل خارج القرية يصلي إلى الله لكي يفتقدهم برحمته فاستجاب الله لصلاته وحرك قلوبهم فذهبوا إليه فوعظهم بكلام الحياة الأبدية والإيمان بالرب يسوع المسيح فتأثر بعضهم وطلبوا منه الصفح عما أساءوا إليه وظلوا يسمعون منه كلام الحياة حتى آمنوا باسم المسيح وطلبوا المعمودية فأرسل الأسقف يعلمه برغبة أهل القرية فأتى وعمد منهم عددا كثيرا وظل القديس إبراهيم الرهاوي يعلمهم ويثبتهم في الإيمان مدة من الزمان وأخيرا عاد إلى مغارته ليستأنف حياة الوحدة مرة أخرى وكان لأخيه ابنة اسمها مريم مات أبواها وتركاها وحيدة استطاع الشيطان أن يسقطها في الخطية فاستطاع هذا القديس بمعونة الرب أن يعيدها إلى حياة التوبة وسكنت في مغارة مجاورة لمغارته وصارت سيرة رهبانية حسنة ولما أكمل القديس إبراهيم المتوحد سعيه الصالح رقد في الرب بالغه من عمر 85 سنه بركه صلواته الطاهره فلتكن معنا ولربنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. اجيوس اوثيوس اجيوس الشيروس اجيوس اثاناتوس او اكبر ثينو جنيتيس اليسوني مسا اجيوس اوثيوس اجيوس الشيروس أجيوس أثاناتوس o stavrodis dimes ele so

Soul. O must Lord Jesus Christ our God who sit to sit the other disciples, unholy apostles, many prophets, unrighteous men have desired to see the things which you see, have not seen them and to hear the things which you hear, have not heard them. But as for you, blessed are your eyes for they see, and your ears for they hear, may be worthy to hear and to act according to the holy gospel through the prayers of your saints. For the holy gospel, Lord, amen. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى يشفيهم لانك انت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا <applause> Metavo was their custom to argue Fange Elio. Is Marut in Jesney, Hennebronim, she sent any gum, Kiri, Flogi, Sonic to Catalog and Agayo, Pangilio to Anagnus Mar. بخوف امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فصل من بشارة الانجيل لمعلمنا ماري لوك البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي بركاته على جميع. آمين يا رب غفرت اسم شعبك سطرت كل خطيتهم حجزت كل ركزك رجعت عن حم غضبا آه. رب. ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم اعطى ايه الا ايه يونان النبي لانه كما كان يونان ايه لاهل نينوى كذلك يكون ابن الانسان ايضا لهذا الجيل ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم لأنها أتت من أقاص الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا رجال سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدين لأنهم تابوا بمنادات يونان وهوذا أعظم من يونان ها هنا ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور سراج الجسد هو العين فمتى كانت عينك بسيطه فجسدك كله يكون نيرا ومتى كانت شريره فجسدك يكون مظلما انظر اذا لئلا يكون النور الذي فيك ظلما فان كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله كما حينما يضيء لك السراج بلمعانه إيه دول دائما بسم الاب والابن والروح القدس واحد امين تحل علينا بركاته من الان والى ابد امين النهارده اليوم الثاني من صوم يونان المبارك صوم صوم درجة أولى درجة التعبد الكبيرة صوم الانصحاق وصوم التعب بس الجميل النهاردة لحد خد بالكم النهاردة في النبوات بدا النبوات يقول لك اعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان عارفين اخر كلمه في الاصحاح كانت ايه وامر الرب حوتا فقذف يونان الى البر إيه يعني في الاول ربنا جاب حوت وحصل حاجه كده في النص بعد كده راح ربنا قال للحوت خلاص كفايه كده عليه طلعه بره ايه طلعه بره طلعه بره للبر دي قصه كل حياتنا الروحية مع الله الله يبص يلاقينا في بعض الأوقات إحنا مش مبسوطين إحنا متذمرين كتير جدا منا خايفين كتير منا ما بيطعوش الوصية فربنا يعدلنا إزاي لما يكون حد قريب قوي من ربنا واي قريب قوي من كلامه وما يكون حد يكون من ابن ربنا قوي زي يونان كده خادم ربنا يعني شغلته شغلته الاولى تكريس حياته لربنا تكريس عقله لربنا تقريبا كل حاجه عارفها عن ربنا لما يجي يطلبوا منه يطلبوا منه حكمه يروحوا اليونان لما يجي يطلب منه حكمه يطلبوا منهم حكمه عن الله يروح اليونان ده هو اللي بيبدا بكلام الله روح الله فيه ومع ذلك برضه يا يونان لسه برضه يا يونان الطاعة عندك مش كبيرة يونان ده قصة كل واحد فينا في الحياة الروحية الله حاط كل واحد فينا روح القدس ربنا حط واحد فينا اتمنى اتمنى وبين اسمنا مسيحينا خدنا اسمه عشان خاطر كده الله عايز يخلينا رجعنا تنا لحالتنا الاولى فصار الحوت بالنسبة ليونان عبارة عن مرحلة تغيير دي حاجة جميلة جدا لم يستطيع ابدا يونان انه كان ممكن يعرف او يرجع تاني بطريقة افضل بكتير الا لما كان يجتاز هذه التجربه الحوت هو عباره عن التجارب عباره عن الضيقات عباره عن التعب اللي ربنا بيسمح بيه في حياه كل انسان مؤمن يمكن كتير جدا يارب رب انا انا ابنك انا ابنك بعرف وصاياك انا ببقى معاك ومع زي يقولك لا لسه برضه لسه عايز تتظبط صدقني هدخلك في تجربه صغيره جدا جدا هتبص تلاقي نفسك احلى بكتير يا بخت الإنسان الشاطر اللي يقدر يحس بالموضوع ده الموضوع ده مش غريب مش غريب مش غريب جدا على أولاد الله إن يكون في حياتهم تجارب مش غريب اوعى إيه أن تستغرب نفسك أو تستغربي نفسك إنك أنت تعبانة بل بالعكس حياة الإنسان بيبقى فيها إعياء تعب والإعياء والتعب ديت بتكسر حاجات جوانا طب إحنا نعمل إيه يا أبونا عشان خاطر آه يعد التجربة إزاي التجربة دي مش هي... ربنا مش هيقول طلع يا طلع يا حوت طلع يونان للبر الا لما تمر بكاف حاجه كده اول حاجه ايه؟ لما بنتعب بنعمل ايه؟ ناس كتير تزداد في الغضب، ناس كتير تزداد اكتر واكتر، لكن الشاطر اللي يعمل زي يونان عمل ايه؟ قال كده اول حاجه اول ما حس ان هو في ضيقه بجد رجع لنفسه وبسرعه ويمكن ما شفناهاش كتير في ال... في, ال... في الاصحاح الاولاني يقول لك ايه؟ ابتدى يونان يعمل ازاي؟ صرخ يونان من جوف الحوت يقول من عمق الهاوية صرخت فاستجبت لي أه دي بقى اول اول مفتاح لحياه ازاي نزيل التجربه ازاي نزيل التجربه؟ مش بالتذمر، مش بالشكوى خلي بالكم، مش بنروح نروح ندور على حد يشيل التجربه، اول حاجه نطلع على مخدعنا، عارفين المخدع؟ المخدع، مخدع ده بالنسبه للانسان الروحاني هو عباره عن مكان حضن الله، تخيلوا لما يكون انسان عنده مخدع في بيته، وحاطط كده صوره ربنا قدامه كده، ويفضل كده يعيط اكنه يعيط في حضن ربنا، يا بختك يا شاطر تعرف تعمل كده، انسى نفسك، انسى كبريائك. انسى 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 إس يعني مكانتك اللي انت حطيتها غلط وروح عيط قدام ربنا قول له انقذني انا كده مش صح انا مش شكل مش مش انا مش هو ده اللي انت عايزه مني الشاطر اللي الشاطر اللي يعمل كده اجمل شيء في الدنيا هو دموع انسان منكسر امام الله الله اب على الرغم انه عد الحوت ولكنه عايز بسرعه يشوف اول ما ابنه ينضبط في طريق الطريق الروحاني يقول خلاص انت كده قرب جر... بس مش بس بقى يونان ما كانش بس ما كانش بس وهو بيصلي بس يقول له صرخت ده اعترف كمان بغلطه الشاطر اللي يقول له ربنا غلطت مش بس انك انت تصلي بس الصلاه دي ملجأ ملجأ لل للعرف... عارفين الاباء الاباء اباء من اباء الكنيسه لما حسوا ان الصلاه ديت عباره عن طريقه الوحيده اللي لقوا, لقوا،, لقوا، عارفين لما يبقى واحد مثلا يجيب واحد يقول له ما تيجي تتكلم معايا هو مش 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 في باله ابدا هو بيتكلم معايا يبص في التليفون الله الوحيد اللي لما تيجي ترجع عليه يبص لك وفاتح عينيه وبيصغي ودانه تخيل له التخيل وانت تقف من ربنا وتصلي له ان هو بص لك قوي مركز معاك قوي يفتح ودانه يقول له قولي يا حبيبي تخلي بالكم دي دي علاقتنا مع ربنا دي علاقه رومانسيه لا تلاقوها على طول في نشيد الانشاد وفي كل قصص الله مع القديسين هو ده الله الحلو الشاطر بقى اللي يقول له ايه بقى حلو اديك ليها مش تديني غفران بقى مش تديني غفران انا كسرت الدنيا ممكن اعترف لك اقول لك ان انا ان انا غلطت انا كتور اقول قال له كده قال له ظننت انك اني اني طردت من امام عينك انا كنت فاكر انك انت تردني عينك افتكرت انك انت نسيتني قال له كده قال له انا فاكر انك انت نسيتني طلعت انت واخد بالك مني قوي 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 طبعا يونان طبعا يونان ش... حاسس بايد ربنا هو كان في في بدأ قبل الحوت كان يستحق الموت يعني يقول لك انا هو قال لهم كده قال لهم خدوا ارموني في البحر ولكن عشان خاطر هو عشان خاطر هو بس لقى ربنا لا اداله فرصه كبيره شايفها كبيره جدا جدا يبقى الانسان يبقى فاهم جدا ان حياته على الرب على الارض هي اصلا هديه من ربنا اصلا، ربنا هو الذي يحيي ويميت، ربنا اللي الحياه يمد الفرصه، مد كل حاجه، عشان خاطر كده اداله فرصه كبيره فهو ابتدى ان هو يابريشيت او ان هو يقدرها، عارفين احنا عارفين لما يكون في واحد كده ماشي كده في حياه ربنا كده بيبلطج قدام ربنا وحاسس انه حقه، لكن لا دي دي بركه كبيره ان ربنا ادالنا فرصه ثانيه على الرغم من خطيتنا، اللي احنا نتنفي زي ما زي ما عاقب الناس ولكن رحمه ربنا عشان خاطر كده هو ده اللي عمله يونان جه في الصلاه مش بس بقى عيط وقال له بس استجاب لي قال لا فضل يتوسل عليه فضل يتوسل عليه يقول له يقول, له يقول, له يقول له يعني جازت فوقي كل طياراتك ولججك ويقول له العشب التف براسي ويقول له الماء يعني انا انا تعبت خالص كانت أعيط فيا نفسي بس انا انا بقى يعني يا رب بترجاك في برضو حاجه جميله جدا اتعلمها من يونان ازاي الواحد لما بيصلي لربنا في ناس كتير جدا جدا لما تكون عندها مشكله تحبص للمشكله تفتكر ان ربنا مش هيقدر يحلها محدش فينا ابدا مشكلته اكبر من مشكله واحد قرب على الموت زي يونان ومع ذلك كان عنده رجاء كبير جدا 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 في ربنا انه مش هيقول له لا احنا ليش بنعمل كده ليه لما بنخاف ونقف ربنا نخوف نفسنا بزياده عارفين لما يكون حد يقف قدام ربنا يفضل يقول لربنا انا المشكله كبيره 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 وحاسس انك انت مش تقدر عليها عشان خاطر كده مش عنده رجاء وما يقدرش يتعزى ينفع 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 ان احنا نقف قدام ربنا نكون عندنا رجاء عشان خاطر كده يقول لك عارفين الصلاه تجيب تجيب رجاء وتجيب فرح طب واحد يقول لك انا انا كئيب يبقى كئيب انت عندك شركاء يبقى انت حاسس ان انت ان مشكلتك مشكلتك ما حل او حاسس ان ان ربنا مش هيحلها لك حد في الدنيا يقف ربنا يقول له يا رب انا مشكلتك كبيره بس انا حاسس انك ما عليها طب ربنا يقول له طب لي يا ابني لكن لا الانسان الحلو، اللي في الصلاه يبقى مظبط نفسه كده يا رب ماليش ملجا غيرك يا رب انا غلط، يا رب اتحنن عليك يا رب ارحمني وبعد كده يقول له أنا واثق إنك بعد ما أنا حط يحط قرارات ويحط نذور ويحط عهود قول له رب أنا واثق إنك أنت هتسمعني هي دي الصلاة الحلوة ده يونان وسط جوه في صلواته دي بيقول تأملات وحكم وقعد يقول لنفسه يقول له أنا كنت براعي أباطيل باطلة يقول لك الذين يرعون أباطيل كذبة يتركون نعمتهم وده معناها ايه دي يا ابونا؟ معناها ان الانسان بالانجليزي كده يعني يعني اللي يترك اللي يراعي اباطيل كاذبه يعني اللي بيمشي ورا الهه تانية غير ربنا بالانجليزي معناها كده يتركون نعمتهم انت واخد نعمه كبيره يا يونان ادى حكمه قال انا غلطت من الاخر انا غلطت ان انا مشيت ورا اهوائي فالانسان لما بيحط نفسه قدام ربنا بالصوره دي ويدي النفس عهود ويدي النفس نزور يقول له أنا بصوت الحمد أسبح لك وعود أنظر هيكلك يبقى الإنسان يقول له رب إيه أكتر حاجة ممكن ربنا ي... إنسان فينا يوعد ربنا يقول له بص يا رب أنا هطلع من الدقيقة دي هسبح لك هبقى فكري ولساني ليك مش لحد تاني هكرس لك ايه بقى عقلي ايه رايكم تخيلوا لما يكون ربنا واحد بوسط ضيقه يطلع يقول يا رب بعد ما اطلع من الضيقه ديت انا هفضل مثلا يعني كده هصلي هصلي هقعد معاك بعد ما تطلعني من الحوت ده هقعد معاك مثلا هصلي صلاه الغروب والنوم كل يوم. حد فيكم يقدر يعمل التعهد ده؟ امال ربنا حطنا في الدقيقه ليه؟ عشان نطلع منها بس كده وخلاص؟ نفس الناس تاخد حياتها الروحيه جد ربنا بيشتغل كل يوم وكل يوم بس محدش فينا بيستفاد بالتجربة عايز أقول لكم حاجة التجربة بقت بالنسبة لنا عبارة عن أداة جميلة جدا بيستخدمها الله عشان خاطر يغيرنا ويزود من قدستنا بس إحنا ساعات بنرفضها تخيلوا بنرفضها كيف أختيكم بقى لو شطار لو تحطوا قدام نفسكم كده شوية عهود أي حد عنده دقيقة نعتبر إن الوقت ده وقت وقت حل يا رب إحنا بالصوم لا إحنا حاطين نفسين رب في الدقيقة إحنا هنصوم ويا رب ونتعب أنفسنا ونطلع من الصيام دي رب ندي نفسينا عهد عهد ونذر كده هسبح لك حاجة كده في حياتي جديدة أحط نفسي كده مكانة في اليوم وأشبع منك انسوا نفسيكم دي فرصة كبيرة جدا أجمل حاجة تف... أكبر حاجة تزع... تخليني أتضايق لما مثلا إيه أو خليني يعني تبكتني قوي لما حد يبعت مثلا ترحيم قول رب من فضلك ارحم فلان الفلان اللي انتقل أو, أو مثلا يعني إيه لما مثلا ايه يا رب طب ما احنا احنا احياء طب ما احنا احياء احنا احياء وعندنا فرصه احنا بنعمل ليه في نفسينا كده؟ حاجه جميله بحبها او بسمعها من من, من الأم حلقان يقول لك ايه تخيلوا مثلا معايا ان كنتم واحد كده معاش حياه حلوه على الارض وطلع وطلع فوق في السماء وطلع لا لا الجحيم قدامه لا كل اللي قال على الكتاب المقدس دود لا يموت والنار لا تطفئ والجحيم ومع الشيطان فيرجع يقول يا يا ريتني كنت عملت ايه؟ يا ريتني كنت عشت في القداسه القداسه اسهل القداسه اسهل عشان خاطر كده انا بقولها لكم بامانه القداسه اسهل الحياه مع المسيح اسهل ايه رايكم التسامح اسهل اسهل من الغضب ايه رايكم الكلمه الحلوه أسعد كتير بالكلمة الوحشة، إيه رأيكم لما الإنسان يقعد في حياة الصلاة أحققت كتير ما تقعدها من أي حاجة تانية، صدقوني أرى الله محب بطريقة غريبة جدا، هو جميل وحنيته جميله جدا جدا عايزنا كلنا نبقى معاه بس يا رب احنا نكون معاه ربنا يجعل يجعل هذه فتره الصيام فتره جميله جدا ننمو فيها روحيه ونحط نحط لنفسينا عهود ونحط نزور نزور كلها روحيه جميله عشان خاطر نقدر نتدرج في طريق القداسه بلا شك كلنا محتاجين طريق القداسه طريق كمال كلنا محتاجين ان احنا نحط دينا الخطوه الجايه نقول يا رب نزود بس حاجه في حياتنا اتمنى كلنا كلنا ان احنا نحط خطوه جديده في طريق القداسه لهنا مجد الكرام من الان والى الابد امين بول كوني بول إني بربتومايتوش أوسا من وهمايرومي نانكا تا بكنشت الناي لكن حل واغفر لي ذلتي الكثيرة كصالح ومحب البشر ارحمنا كعظيم رحمتك جيفس مرا تنجویات نمیبشی

ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس والمريم العذراء تانس صلب عنا على بلاطس البنتي تألم وقبر وقام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين وايضا ياتي في مجده ليدين أحياء والاموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسجد الاب نسجد له ونمجده مع الاب والاب الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه دار

أدين <applause> الذي دخل الى العالم بحسد ابليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا والهنا وخلصنا يسوع المسيح وملات الارض من السلام السمائي هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة طاهر الرسول يا, يا رب ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كل ناس إيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي نتناول بغير انتراح في دينونة من موهبة غير المائة السمائية بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق وموتي جميع الخير قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرسم كيف برادة ولا شرق انظروا نونس بشفاعة والدة الإله القديس ماريا يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع ابيك الصالح والروح القدوس لانك اتيت خلصتنا رحمة السلام ذبيحه التاريخ هي عند الرب نشكري الرب مستحق وعيد مستحق وعادل لأنه حق بالحقيقات مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدور والملك إلى الأبد الساكن في الأعالي وناظر الى المتواضعات الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يري وما لا يري الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسه يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة وإلى الشار قنظورو أنت هو القيم حول بهم الممتلئون عيونا وصار فيهم ذو الستة الاجنحة يسبحون دائما بغير سكوت قائلين بهم يسجدون صالح قائلين قدوس 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 رب السماء السماء والارض ما من مجدك آه آه أيها الرب إلهنا هنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاض بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمه وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء كديسه امام

The birds from on high through water and the spirit He made us unto himself And assembled the people and sanctified us by your Holy Spirit He loved his own who are in the world And gave himself up for our salvation And days this which reigned over us Whereby we're bound and sold on account of our sins He descended into heads through the coron. وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذا هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد حسب أعمالي كرحمتك يا رب وليس كخطا يا أه السر العظيم الذي للطغاه اقوى لانه فيما هو راسم ان يسلم نفسه للموت عن حياه العالم <applause> أوه، أوه، أوه. خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطباويتين المحييات نؤمن ان هذا هو بالحقيقه آمين ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله وسيق كل أحد وشكرا آمين. قسمه وعطاه لتلاميذ القديسين ورسله الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرات الخطايا تصنعوه لذكري هذا هو بالحقيقة آمين كذا الكأس أيضا بعد العشاء مزكها من خمر وما وشكرا آمين بليز دي آمين إبليس اكتفا آمين

his own holy disciples and saintly apostles saying, take drink of it all of you, for this is my blood of the new covenant which is shed for you and for many to be given for the remission of sin. this do in remembrance of, of, of me. ذل صوت أن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آه آهين. آمين 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 بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وسعودك للسماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع اليك يا إله <applause> أهلا فيما نحن أيضا نصنع ذكر ألامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السموات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وزور السأن الآتي من السموات المخوف في المملو مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدا آتين نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك يجعله جسدا مقدسا له أوه. قبول the precious blood of his new covenant again i be خلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا حياة بديه لكل من يتناول منه امين يا رب رحام يا رب رحاب يا رب ارحم لنا نحن جميعا المتناولون منهما إيمانا بغير فحص ومحبة بغير رياء يا رب فرحاً وصبرا كاملا وعافية وفرحا لا ليسون وإيمان وسهرا ورجاء ثابت يا رب فرحا وتجديدا للنفس والجسد والروح ومجدا لاسمك القدوس كيريا لا شريك في الحياة الأبدية وعدم الفساد وغفرانا للخطايا يا رب للمربوطين خلص الذين في الشدائد يا يسوع اجبعهم صغير القلوب يا رب عزهم يا رب ورحاق ساكتين ناك والقيام ثبته كيري يا نردهم خلهم جميعا إلى طريق خلاصي يا رب رحم <Wait> <س parole> شعبك ونحن أيضا انقذنا من خطايانا سائرا حارسا وساترا علينا في كل شيء <أي observing> أمين يا رب رحم يا رب ارحم يا ارحم رب كلنا <سؤال> يا سيدنا تنا وقدساتك طهاره لانفسنا واجسادنا وارواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبنا ميراثا مع جميع القديسين الذين اردوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب Uh -huh. These holy church which you have acquired yourself with the precious blood of your Christ, keep her in peace with all those who are in her. Foremost, remember, O Lord, our blessed o Father the Patriarch Abbot rose the Second, and his spiritual brother in the Patriarch Mary, also from the Second.

يا رب ارحم كل الخدم وكل الذين في البتوليه وطهارت كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا O oh Lord, the salvation of this Your holy place and every place and every monastery of our Orthodox. So lord have mercy oh Sama was the Ruh al-Hajj War tefah mi'al anhar Fiyazi sanati Barik Ya Rabbo Raham Ya Rabbo Raham Ya Rabbo Ya Rabbo Praise Him to the measure Accordate your grace Give joy to the face of the earth with far as and the fruits be plentiful, prepared for sowing and harvesting Manage our lives as deemed fit, bless the crown of the year with your goodness For the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the traveler, the stranger, and for the sake of all of us we entreat you and seek your holy name. لأن أيون الكل تترجاك, لأنك أنت الذي تطيع طعمهم في حين حسن. اصنع معنا حسن صلاحك يا معطيا طعما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد. في كل عمل صالح يا رب أُذَكُرْ يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السماء صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدمتنا والذين قدموا

تفضل يا رب <صحوب> أن <تصحين> تصبر جميع القديسين الذين <تصحين> أردوك منذ البدء بين الأطهار وسائر الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوءة مجدا العذراء كل حين ولدت الاله القديسه طهر مريم التي ولدت الله الكلمه بالحقيقه والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس طفانوس رئيس الشمس أول الشهداء وناظر الإله الإنجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويروس معلمنا ديوسكوروس والقديس أسناسيوس الرسولي والقديس بطرس الطاهر الطاهر والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهب الفم والقديس أودوسيوس والقديس سوفينوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس اغريغاريوس الناطق بالإلهيات والقديس اغريغاريوس الصانع العجائب

وأبان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار والثلاثة ام مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب ابان أنبا يؤنس الكمس وأبانا أنبا بيشو البار الرجل الكامل الذي غسل قدميه مخلصنا صالح أبنا بقول الطموح أسكيها التلميذ وسيدين القديسين الروميين ماكسيموس وأدو مديوس والتسع شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس الأمباموس أوسا ويحنس كما القيس أبانا من القمص وبن بيسي القدس وأبانا بام بمخوم بالشركة وتدرس تلميذ أبانا باشن ودرست واحد ام بويس تلميذ وابان قديس الامبان صموئيل المعتنف ويوستس وبلو لو أبان ابن الساح ام توماس ام كاروس ام ميسائيل صائيل ام بلمون أما تيموساوس ام أنبا مرؤوس أنطوني السواح وأبان القديس الأنبا يوس أنبا يوساب أبونا القديس أنطوني الأنطوني أبونا بشوي كامل أنا شيزياكن حبيب جرجيس وبنى القديس الانبا ابراهيم اسقف الفيوم والجيزه وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسولاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي ضياء علينا بركاته البكاء فلتكن معنا من

Re que na الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كوره الاحياء الى الابد في اورشليم السمائيه في ذلك الموضع ونحن ايضا يا رب الغرباء في هذا العالم احفظنا في ايمانك وَانْعِمْ لَنَا بِسَلَامِكِ إِلَى التَّمَامِ لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس البركة والسلام لجميعكم لروحك The Pantocrator, the Father of our Lord God and Saviour Jesus Christ, for He has also made us worthy now to stand this holy place, to lift up our hands, and to serve His holy name. Let us also ask Him to make us worthy of the communion and partake of His divine. Animal. Mystery. Amen. The holy body. We worship Jesus, blood. Nice Christ, the bantok the Lord. Oh, 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 oh. خيري نباسي كتب نغماتي سوء أيها السيد الرب لله ضاب الكل الذي ارسل ابنه الوحيد الى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبه في الانجيل المقدس وعلمنا ان الصوم والصلاه هما اللذان يخرجان الشياطين اذ قال ان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا

prayer. Are those which raised Elijah to heaven and save Daniel from the lion's den, fasting and prayer? Are those which Moses pursued until he received the law and the commandment written with the finger of God? كيريالاي <سؤال> <applause> سون كيريالاي سون لورد ها ميرسي يسوم وصله هما اللذان عملا بهما أهلين وفرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم وغفر له قوم غضبه عنهم الصوم والصلاه هما اللذان عملا بهما الانبياء وتنباوا من اجل مجيء المسيح قبل مجيئه باجيال كثيرا كريا ليسون كريا ليسون يا رب رحام And prayer are those which the apostle pursued. They and they preached it to the whole nation and made them Christian, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Fasting and prayer are those which the martyrs pursued until they shed their blood for the name of Christ. Who confessed the good confession before Pontius Pilate. Fasting and prayer are those which the righteous and the just and the cross bearer pursued. And they dwelled in the mountain desert and the whole of the earth because of their great love of Christ. <laughs> <laughs> ونحن أيضا فنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول يا بانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين خم بخريسوس إيسوس So... Oh, 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 oh.

كثيرة وكعزيز كتلك نعمتك أجل خطايا خاصة نجسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روح قدوس يا رب لنا وحل كل شعبك كل خطية من كل عنم من كل جحود من كل يمين كاذب كل ملكات الهراتك الواسئة نعم يا سيدنا بعقل وقوة فهم نهر يتم كل أمر دين مضاد دي من نصنع كل حيل اكتب أسماءنا مسواق نسيك ملكوت اسم رب وسلامة الكنيسة قدس بطرس الثاني اذكر رب كل أباء الأصاف ونطلنا اذكر أنبا جبريل اذكر رب المسيح كل أباء الأباء الكهن اذكر رب أبونا بشوي اذكر بيته اسرته رب أبونا أسرته أولادي أذكر رب يسوع المسيح كل اولادك الخدام يخدموا في كنيستك في كل مكان يا رب اول يا رب اولادك الشمامسه اذكر رب شعبك رب الوقت انا كل غير رب يسوع المسيح موجودين اسكر شعبك رب التعبانين يا رب اسكر رب الضالين رب اسكر رب كل اولادك يا رب اعطيني رب يسوع المسيح حياه القداسه اديني رب حياه الطهاره اديني رب يسوع المسيح نحن نستطيع ان نعيش يا رب في غربه ايام بخوفك يا رب اديني خوفك يا رب يسوع المسيح اديني يا رب يسوع المسيح قوه رب وثبات في ايمانك رب صدقس اديني يا رب يسوع المسيح قوه وثبات نثبت في كلامك رب مسيح محبتك اعطيني يا رب يا مسيح ان نكمل ايام قربتنا بخير وسلام واذكر يا رب اجتماعاتنا باركة خلصت حقا ايضا ننشد بخوف الله امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقدسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوسنا الروح الكدوس عميق. واحد هو بالقدوس القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس آه 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 Soul. The body and the precious through blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. 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 Amen

أمين حقا أمين 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 أؤمن 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 واعترف النفس لا هذا والجسد المحي الذي أخذ الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم أنا واحدا واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنت وسلم عنا لقجبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة من أن لاهوتا لم يفارق نصوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخط. حياة بديه لكل من يتناول من اومن من أومن. هذا وبالحقيقة امين 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 امين

ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيد اللي صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة

اللويا اللويا الللويا اللويا يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثه ايام اسمه ابن تيخن اثواب تيرون طاب ليلويا يونان في, في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثه ايام اسمه ايروف بي تجرو انت تيف جوم يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام اسمه إيروف <applause> إهريه جن تفمد جوريا الليلويا ينان في بطن الحوت حوت كمثال المسيح ثلاثة أيام اسمه <applause> إيروف قطائب أشاين تطب نشتي الليلو يا يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام اسمه ايروف خينو اسمي انصل بن غسللو يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام اسم الرب خل أحبسال نمو نموكي ثارا ليلويا يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيه الكنيسة القديسين مبارك ليت باسم الرب قدوسنا الروح القدوس امين مبارك لك باسم الرب اسمه اعرف خنان كم كم نمان خرس الليلويا يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام

كمثال المسيح في القبر ثلاثة مر... أيام اسمه ايروف خيران كيمفالون فالون الن ستو ازمي اللي لويا يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام أيام اسمه إيروف خين هان إنت أوش ليلويا يونان في بطن الحوت كميسة للمسيح في القبر سلسات أيام سبح الله في جميع قديسيه هللويا هللويا ينان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام سبحوا في جلال قوته هللويا يا ينام في بطن حوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام سبحوه على مقدرته الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام سبحوك كثرة عظمته يا الليلو, يا الليلو يا يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام سبحوه بصوت البقى الليلويا الليلويا للمسيح في القبر ثلاثة أيام سبحوا بمزمار وقصار الليلويا الليلويا ينال في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام سَبِّحُوا بضفوف وصفوف الللويا يا يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثه ايام سَبِّحُوا بأوتار وأرغون اللَّيْلُ يا يُنَانٍ يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام سبحوه باسنج حسنات الصوت هللويا هللويا يونان في بطن الحوت كميسه المسيح في القبر ثلاثه ايام سبحوا بس تاليل هللويا يا يونان في بطن الحوت كميسة المسيح في القبر ثلاثة أيام كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا الليل The world as a symbol of Christ in the tomb for three days. Praise him in the firmament of his power and in the belly of the world as a symbol. Of Christ in the tomb for three days. Praise him for his mighty act. Hallelujah, hallelujah. Jonah in the belly of the well as a symbol of Christ in the tomb. For three days, praise him according to the multitude of his greatness. Alleluia! Jonah in the belly of the as a symbol of Christ in the tomb for three days. Well, as a symbol of Christ in the tomb for three days, praise Him with all she and hallelujah, all. hallelujah. In the belly of the well, as a symbol of Christ in the tomb for three days. Praise him with tempo and chorus. Alleluia, alleluia. Jonah in the belly of the will as a symbol of Christ in the tomb for three days. Praise him, his strings and organs. Alleluia. will as a symbol of Christ in the tomb for three days. Praise him with pleasant sounding cymbals. Alleluia, Alleluia. Jonah in the belly of the well, as a symbol of Christ in the tomb for three days. Praise Him upon the symbols of joy. Alleluia, alleluia. Jonah in the belly of the whale as a symbol of Christ in the tomb.

كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام باتري أيوك أجيو ابن فماتي أليلويا يونان في بطن مثال المسيح في القبر ثلاثة أيام كينين كي آي كين <متصفيق> آمين الليلويا ينام في بطن الحوت المسيح في القبر ثلاثة أيام هللويا يا هللو يا ذوكسوسي أو ثي يونان في بطن حوت كميسان للمسيح في القبر ثلاثه ايام هللويا هللويا بأوفا اوفا بي هللويا يونان في بطن الحوت كمسة للمسيح في القبر ثلاثه ايام يا الليل يا بي أوفا بالنوتي

تنوشت مستنطعون ها قد في نفسي من دقيق أدعوك يا ربي ها قد في نفسي من دقيق دعوك يا ربي أذكرك لأنك شبع قلبي لأنك شبع قلبي اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمي أَذُنِي اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أميل أذنيك ارحمني وامسك بيدي ارحمني وامسك بيدي فانا في حاجة شديدة إليك فانا في حاجة شديدة إليك سبح الرب جميع وبارك وجميع الشعوب لأن رحمته سمدت علينا وحق الرب يدوم من الأبد أمين أللوه فمن امتلا فرحا ولسنا تهليلا جهد تناولنا ما غير المائته يا رب لم تره عين لم تسمع باذن ما لم يخطر على قلب بشر هذا اعلنته للاطفال صلاة بعتك المقدسه نعمل صلاه المسار اماكنك رحيم نرسل لك لفوك المجد والاكرام والعز مع بك الصالح والروح لك الان وكل اوان ونضر من عبيدك رب يخدمونك ويطلبون اسمك القدوس يخدعون يا رب حل فيهم يا رب سير بينهم يا رب ساعدهم في كل عمل صالح يا رب انهد عن كل فكر رضي ارضي امنحهم ان يحيوا وفكروا فيما هو للاحياء وافهموا هو لك بابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يا يسوع المسيح نحن وكل شعبك نصر قائلين ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا يا الله مخلصنا ابراهيم بيوتي وشين مساب فيس في اسم رؤوت جاي في امين امين اسم جاي منو اسوس بخريسوس بن شويس امين امين اسم روت جاي بنين مساب بركليت امين امين مجدنا مكرمه كرامه المجد للسيرس القدوس يا ملاك هذه الصعيده الصاعد الطالع اللي اذكرنا امام الرب ليغفر لنا يان فنو السبع ملك قاري الله في العالي وعلى الارض السلام بالناس المسره سوماتوس <applause> تسكيماتوس مونوجنيس او ميتا لابون تي سف توف خاريستي صومين سوكسل بتريكي اوكي

فاي بيبلوتي نمبي اسنوفن تبي مونو جاني سنوتي نايتان تشي فولن خيتو مارن شبه موتن توتش مارن هوس نمني انجلوس نمني طغما انت بتشيسي نيم بخرس انت ني اسمي نوشي اموس شوبيرو شو كنتي يكوناني فولن ان انو ميا Ni ser brödsvinen titta sköts en nymare, så till månen och hålla i namn, kriele, son, kriele. امين اسمه هرو اسمه بالنوتين امين يا ملك السلام اعطينا سلامك كرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك القوه المجد والبركه لعز الاب امين اجعلنا يا رب مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي يا يا ملكوتك يا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين لينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد رب والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد شركة موهبه وعطيه الروح تكون معكم امدوا بسلام وسلام الرب معكم بارك ايضا باذن ربنا احبائي زي ما احنا عارفين عندنا بكره ان شاء الله قداسين قداس أودس من عشرة ل 1 قداس من 3 ل اخر يوم في صوم يونان يوم الخميس فصح يونان يوم الخميس والجمعه والسبت والاحد قداس من الساعه 8 للساعه 11 من احب ربنا وعيشنا وكل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يدي لكم الايام بخير ويفرح قلبكم